شو اسمك ما مرة؟ احنا بنعرف وبدنا اياك تكون معها، بس اذا ما بدك تشتغل معنا حياتك راح تصير جحيم للابد وتنساش حياة حبيبتك. تطلعش فيه هيك، مش انا قلت لك تشارك بالعملية. طلع انا فاهمك، انت في مأزق لازم تختار بين حياتك وحياة اصحابك، خيار صعب، بس لو انا محلك وهيك حالي انا بختار حياتي وهذا اشي طبيعي. شو اللي بدك اياه مني؟ احنا بنعرف انك انت ما قتلت الجندي. اذا بتجيب لنا المعلومات اللي بنحتاجها لنقبض على القاتل رح ننسى ماضيك ونعطيك فرصة جديدة لتبلش حياتك. مين قتل الجندي؟ لا يا زلمة انت بتعرف. لا انا ما بعرف.